بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده القصه فعلا توجع القلب والله. يلا يا اسطوره محمود الجمل اشتركوا واعملوا لايكات كتير يلا عشان نبقى رقم واحد ان شاء الله. شكرا. خلي بالك في سلمه هنا. خلي بالك استنى يا محمد. ما هنمشي ماشي خلاص روح انت اخد لا 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 اجيب العربيه لا انا عايز اقعد حته تروي اقعد في الهواء شم الهواء ماشي اقعد روح مش هنتاخر خلاص روح انت بالتاني بكلمه لا هيجي معانا ما ينفعش سيبه هو قال لك هو اللي عايز يقعد لا روح ما تضغطش عليه عشان ما يضايقش انا عايز اقعد في حته تروي لا بس قعدني في اي حته تاني مش هينفع ناخدوه معانا وخلاص ماشي خليه يقعد هو لا روح انت روح هو صح انت طب ثواني يا محمد ثواني حرام عليكي بقى ما تزعلنيش مني كل حاجه بقى احنا نمشي نجيب حاجاتنا من المستشفى يعني كل شويه هتدخل خلي بالك قف ده انا عايز اقول لك على حاجه تبقى فاضيه في اي حاجه بقى بعيد عنه بقى في ايه بقى ما تزعلنيش مني على كده مش كل الناس تيجي معانا مره او مره لا خليها تبقى يا سلمى انت بتقي يا سلمى خلي بالك ده اخويا انا قلت لك هو ما بيشوفش اعمل له ايه مش كل مره ينزل معانا انزل ما بيشوفش اعمل له ايه تاخده نزله ليه لوحده روح انت اخده قعدني في اي حته هنا قعدوا في اي حته بس احنا عارفين مش هتاخروا يلا بقى خلص هو ده هو قال لك يقعد هنا هو اللي عايز قعد في اي حته انا تعالى لا انا عايز اقعد في حته تروق تعالى قعدك في اي حته هنا تقعد هنا نستنانا نجيب حاجات من بولك ماشي؟ ماشي اهو ماشي تعلان؟ لا روح انت انا قاعد نستنى استناك وهنا خلاص ماشي الجو جميل قوي قوم اتمشى شويه ماشي يا عمنيه اطلع يا عطول فوق ماشي؟ حاسب يا بني ادم حاسب انت اعمى انت اعمى ما بتشوفش انا فعلا اعمى ما انت فعلا اعمى ده انت في اعمى القلب والنظر لا ممكن يكون اعمى بجد انا ما بشوفش يا استاذ شوفش ازاي انت اعمى بجد مفيش حاجه انت اعمى فعلا معلش والله مش حاجة انا اسف معلش والله يا عم فداك اي حاجه معلش مش حاجه يا استاذ مش رايح فين وانا وديك مع الشايح انا قاعد هنا قاعد هنا والله ابدا معلش يا عم والله انا اسف مفيش حاجه بابا والله لا مفيش حاجه انت غلطان حرام عليك والله انت اعمى يا بابا مفيش حاجه يا حبيبتي معلش يا عم انا ما تزعلش مني لا لو عايز اوصلك في اي حته لا وصفر. لا انا اخويا جاي دلوقتي طيب انا متاسف وسامحني لا ولا يهمك معلش لا ولا يهمك بالله عليك ما تزعلش لا مفيش حاجه يلا بينا يا عمي احنا ما نقصدش معلش بعد اذنك مش عايز اي خدمات ربنا يخليك يا تم انت ماشي لوحدك ليه حبيبي فتح الله عامل ايه حبيبي محمد عامل ايه فين محمود هو حدا جاي قال لي دقيقه وجاي طب انت رايح فين لوحدك انا هستناه هنا بتمشى بروح واجي كده لا ماما انا هقف معاه عشان خلاص لا فتح الله روح انت فتح الله روح لا انا هقف معاك لا يا حبيبي روح محمد تعالى اطلع عادي شوف الفنجان شيء اعمل لي محمود لا روح انت انا هتصل بيه لا ربنا يخليك يا تم انا مش هسيبك لا محمد هقف معاك لغايه فجاه لا روح انت فتح الله انا هاخدها جاي دلوقتي انا بتمشى هنا بس عادي طب هخلي معاك فتح الله لا روح مع بعض طيب روح انت انا مستنيك خلاص انا هقف معاك لغايه ما حضيه هو جاي خلاص انا هخليه معاك وانا هطلع متشكر والله متشكر معلش يا فتح الله السلام عليكم سلام عنده عز الدرس فظيع انا هدي لاخويا ابدا فضول
يا حمو تعال هنا. يا حوت طب دي لازم اتمشى شويه. خدني معاك. ايه هو كل يوم خدني معاك؟ ما تسيبني لوحدها شويه. انا بقى. عايز اغير جو يا حوت. بقى انا زهقت. لا ده ايه اللي مش مسؤوله عنه يعني يا حوده؟ ما ينفعش نخرج انا وانت لوحدنا. لا لازم يسمع ويعرف الحقيقه بقى. انا مش مسؤوله عنه يا حوده. انا مش ذنبي كل ده يعني. والله يا حود انا اسف بس انا زهقت والله. هنعمل لك ايه يعني احنا؟ انا مش مسؤوله عنك. انت مش جواز. ده انا هسيبها مسؤوله منك ولا منه. هو خلاص انا هوديك الايام الجايه فرفعك تقعد عند امي تشم جو. تشم جو جو. ما تقول لي بتتكلم في ايه؟ انت خايف تتكلم ليه؟ هوديها عند امي. طب هوديك عند امي. هي امك مسؤوله عنك. خلاص خلاص انا اسف. معلش والله فضل. مش عاجبها كده والله. انا اسف خلاص. ما تزعلش يا ماليش ذنب. لا مش حاجه. انت عارف ان احنا متجوزين وجداد وكده. كانت انا زهقت. خلاص يا حبيبي. هي زهقت والله. من حقي ولا مش من حقي؟ اتفضلي اتفضلي. زعلان؟ لا مفيش زعل. مش من حقه يزعل. انا بقول الحقيقه اللي لازم يعرفها. عشان اوديه ان شاء الله. انت وديه عند امه. امه مسؤوله عنه. هوديه عند امي. يقعد عندها لغايه لما يتفتح ان شاء الله. هو هيعمل عمليه وان شاء الله يبقى خير يعني. ان شاء الله. عشان مش ذنبنا كل ده بقى. ان شاء الله تشوف يا عم وتفتح بقى وتروح تيجي براحتك. خلاص يا حوده. انت تقعد تقول له خلاص. ما خلاص انا قلت له خلاص عشان ما يزعلش من هنا. خلاص هو مش زعلان. مش من حقه يزعل. انا مش مسؤوله عنه. هو بقى يبقى يروح بقى يشوف دكتور ولا يعمل اي حاجه. احنا مش ذنبنا في كل ده بقى. مفيش زعل. مفيش حاجه يا حوده. هي من حقها. هي عروسه ومن حقها. انت اخويا على دماغي من فوق بس انت ما بتشوفش يعني. خلاص سيبوني وامشوا. في ايه يا محمد بتزعج يا ليه؟ مالك يا محمد في ايه؟ سيبوني وامشوا. ما تتكلمش كده. قلت لك بتتكلم عادي بجد كده. متخليهاش خواف. اتكلم معاهم. امي علست عليك اصلا. معلش يا محمد. يلا بينا كده. يلا ليه يا حوده ما خدتنيش معاك يا حوده؟ انا زهقت من قاعده تحت البيت. ليه يا حوده بتعمل فيها كده؟ انت اكتر واحد بحبه. يا رب اشوف. يا رب يا رب يا رب اشوف. يا رب نفسي اشوف. يا رب نفسي امشي كده يا رب وانا شايف كل حاجه. يا رب يا رب يا رب اشوف. يا رب معلش يا عم. يا رب تشوف. يا رب نفسي اشوف. يا رب معلش يا عم. يا رب تشوف. يا رب يا رب يا رب اسمع مني واسمع مني. يا رب معلش يا عم. ما تزعلش. يا رب تشوف. يا رب اطلب من ربنا اللي انت عايزه وربنا يحققه. انا على طول بدعي. نفسي اروح في كل حته لوحدي. ان شاء الله ربنا يحقق لك وتشوف. يا رب يا رب ما تزعلش. ان شاء الله تشوفها يا رب. يا رب يا عم. يا رب اشوف. يا رب رب تشوف. يا رب يا رب تشوف. رب تشوف. اطلب من ربنا انت عايزه وربنا يحقق كل اللي انت نفسك فيه. يا رب قول. يا رب وربنا حاسب بيك. يا رب ماشي يا عم. ربنا انت عايزه. يا رب عشان خاطر. يا رب اشوفك. يا رب ان شاء الله الدعوه تستجيب. ان شاء الله باذن الله. بس مفيش حاجة. خلاص بالنعمة تعيط. مفيش حاجة بالنعمة تعيط. طب قومني. طيب على فين يا حبايبي؟ كنا بس بنمشي معاه شويه ونوصله. عامل ايه يا ابو حميد؟ الحمد لله. يا رب تكون الرساله وصلت يا جماعه. مش اي حد عنده شخص عزيز عليه مش بيشوف بعينيه يتقال عليه اعمى. اسمها كفيف ولازم تشاركوه معاكم. لازم تصاحبوه مش تخلوه قاعد على جنب. لازم تخلوه يشاركوا في كل حاجه.
لان هو برضو زي ما بيشوفش بعينيه بس بيشوف بقلبه، حاسس بيكوا يا جماعه. قول ايه يا معلم؟ صح، ما تبقاش راجل اناني، ده اخوك برضك مهما كان. والاخ اللي هو زي الكفيف محمد حبيبنا، شيله على دماغك واحترمه وخده معاك ومشيه، ما تسيبوش قاعد على الرصيف كده وتمشي مع مراتك. هيزهق من حياتك، هيزهق وهيتضايق برضك. وما تهونوش حد مش بيشوف عشان مثلا نفسيته ما تتعبش. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مفيش حد يقول قدامه اللي هو ما بيشوفش او اعمى. بس ماشي، حط نفسك مكانه، حط نفسك مكانه وشوف هتعملوا ايه. ما تعملوش اي حد لما تشوفوا نفسك هتعملوا ايه الاول. راح شعوره واحساسه يا جماعه. يا رب الفيديو يكون عجبكم والفكره تكون عجبتكم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ولايكات كتير وكومنتات اكتر. اعملوا لايكات، اعملوا لايكات واشتراكات، ودعمونا يا جماعه. وصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك. اللي بيحب امنيه يعمل على الفيديو اشتراك، اللي يحب امنيه واللي يحب محمد يعمل لايكات كتير، واكتبوا لنا في التعليقات ايه رايكم في الفيديو دوت. كل سنه وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.